يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا كان الله سبحانه وتعالى منزهاً عن الحدوث في ذاته وصفاته وأفعاله، فكيف يقال في الصفات الفعلية إنها أزلية النوع حادثة الآحاد؟ فكيف يجمع بينها؟ هذا هو، هذه القاعدة، أنها أزلية النوع نوعها، وأن الله موصوف بأنه يخلق ويرزق، هذا ملازم لذاته، أنه خالق وأنه رازق وأنه عليم لكن الأشياء تتجدد، أفراد الأشياء تتجدد، ولهذا قالوا قديم النوع حادث الآحاد، تتجدد الأشياء لكن نوعها وجنسها قديم. نعم.